الو خديجه. الو السلام عليكم لاله. وعليكم السلام لاله خديجه. لاباس عليك لاله اختك؟ لاله سعاده ومرات هذه توحشناك لاله اختك. يطول عمرك لاله اختك. وكنشكركم على هذا الاصغاء وعلى هذا وصفات لاله اختك. احنا كنشكركم بزاف على حبكم لنا وعلى تواصلكم الدائم معنا. الله يخليكم علينا. سلام صديقتي يلي في مؤسسه الاعمال الاجتماعيه للتعليم. اييه بالغير مسلم وبويطو سميره وجميع اللي كيسول عليا. لاله اختك بارك الله فيك. الله يبارك فيك خديجه. عندي واحد وصفه نقدروش تقدمات من قبل ولا لا. الطريقه ديال كيفاش نديرو لي فخوي كونفي في الدار. اييه واخا دوك الفواكه معسله كيفاش صايبهم في الدار؟ هي داك اللي فيهم الالوان. اييه داك الحمراء والخضراء والصفراء. اييه كناخذوا القشور اما ديال الليمون اولا ديال النرنج. انا كنفضل ديال النرنج لانه فيهم اللبابه غليظه. كناخذوا واحد الكميه مهمه اللي عندنا كنقطعوها نحاول نقطعوها ضمات صغيره. ونديروها في شي اناء اللي يمكن ديال الدجاج ولا هذه ونوضعوها في الثلاجه. نبقاو نغيروا عليها الماء الصباح وفي العشيه مده شي 4 ايام ولا 5 ايام هكاك. تتحل ديك المروره. كنجبدوها كنديروها نغطيوها بالماء ونديروها تسلق. واخا كل المهم نسلقوها شي 5 المرات حتى هي كتحل ديك المروره مده 5 دقائق. مرحله مرحله كنديروا 5 ديال الدقائق. يعني نعاودوا نذكروا المستمعات بالبلوغ ديالك اللي كتبارطاجي فيه هذه المقاطع. شنو سميتو؟ passion de cuisine point overblog.com passion de cuisine point overblog.com. ولا يوتيوب كاين امونه مزيونه واحد. امونه مزيونه كاين القناه ديالك او يعني في اليوتيوب. منين صافي تحيد ندوقوا شي وحده بان ما بقاش ديك المروره كاينه. كنقبطوا مثلا كاس من ديك القشور ديال الليمون الحطافي اللي صفينا ما بقاش فيهم كاع حتى الماء خليهم ينشفوا. كنديروا معاهم كاس ديال القشور ديال الليمون وكاس ديال الماء وكاس ديال السنيده. كنديروهم يتعسلوا تتشوفوا ديك السكر صافي عقد عليهم. وكنزيدوا الملونات كل حاجه كنديروا لها الملون ديالها بوحديتها. كنقبطوا ديك الكاس اللي عبرنا نديروا الملون صفر ونخليوه حتى يتعسل ونحيدوه ونخليوه جانبا. عاوتاني ناخذوا ثاني كاس ثاني ونديروا فيه ثاني كاس الماء العبر ديال القشور نيت. نديروا منه كاس ديال الماء وكاس ديال السنيده ونخليوه يغلي حتى يعقد ونزيدوا عليه ملون احمر. وعاوتاني ناخذوا عاوتاني كاس عطيني منه عاوتاني ونديروا كاس ديال السنيده وكاس ديال الماء. ولا بغينا نزيدوا روح الفاني نزيدوا ربع نقسموا شويه. هي هذيك. وكنزيدوا الملون اصفر. وهالفواكه المشتبهه عندنا اللي فخوي كونفي عندنا. وفعلا لانه كنستعملوهم بزاف لا في الحلوى ولا في الزين. ايوا شويه غاليه كتبقى فيها والو. فعلا فاغي شويه عندك الحق. لو اللي مولف انه كيصيب هاد الشناك والحلويات هذا خصو يعني بزاف ديال هذا. اللهم الواحد يصايبها في الدار. والله الا انا كنتفادى الملونات كندير بحال مثلا كنحكم حتى نخليها حتى تعقد وكندير عليها شويه ديال الضربه. باش تطلق لك داك اللون الحمر. وشويه كندير عليه الخرقوم. الخرقوم البلدي كيجي في الحلوه. وثاني كندير ندق اللقامه النعناع وناخذ ديك العصاره وتنديرها عليهم. لو فعلا هذاك الخرقوم البلدي الصراحه الطعم ديالو محايد يعني الا درتي في شي حاجه حلوه. انا وحنا جربته في كريم باتيسير درت واحد شويه منه والله عطى واحد اللون صفر يعني جا مزيان وما بانش بانه خرقوم. كيبان بحال راه ملون ولا هذا هو اللي كان كنتفادى كاع ديك الملوات الصناعيه كامله كنتفاداها. واللي ما بغاش يبغى يدير الملونات هذا هو تيديرهم. اييه واخا تبارك الله عليك خديجه. اييه لا 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 ندير عطيني واحد الشعريه واحد الكغاتا بالشعريه الصينيه. واخا عندنا جوج باكيات ديال الشعريه الصينيه. المهم نقول لك الطريقه واخا مقادير مع الطريقه. اييه جوج باكيات الشعريه الصينيه يكونوا كبار كنفوقوهم بواحد الضامه البنه وشويه ديال الملح كنحتفظوا بها جانبا. اييه كناخذوا الكفته اما ديال الدجاج اما ديال بيبي اما ديال بيبي ولا ديال الغنمي اللي كان دابا العيد ان شاء الله قرب. هذيك بدا كتمشي في النهار الاول الصباح ديال العيد ما تبقاش فينا نديرو في هذا الشيء. كناخذ جوج بصلات كبار وثلاثه المهم جوج البصله كنقبطوها كنشحروها كنقطعوها كنشردوها وكنشحروها وكنزيدوا عليها هذيك الكفته كنحاولوا نفرتتوها مزيان تتعقد ديك الكفته مع شويه الزويته مع العطريه ديالها كنخليوها حتى هي جانبا. وكناخذ عاوتاني واحد ثلاثه الفسلات واحد ثلاثه ديال حمرين يكونوا في الحمر وخضر واحد ثلاثه الكرعات خضر
وواحد تاهي معاهم شويه ديال الضامات البنه واحد ثلاثه المعدوس مقطعه رقيقه وشويه الابزار وشويه الملح واحد معلقه الخرقوم وواحد البصيله تاهي نديروها معاهم كنشربوا البصيله يعني هذه كنضيفوا عليها هذيك الفلفله مقطعين والقرعه مقطعين طريفات صغار نقطعوهم باش باغي ندخل ليهم الطياب ونشحروا كل شيء فات شو نحتفظوا بهم جانبا حتى هما كناخذوا لاطا تكون اما مربعه ولا دائريه اللي متوفره عند السيده كنقسموا ديك الشعريه على جوج كنفرشوا التفريشه الاولى ديال الشعريه الصينيه كنكونوا دهنا بعد هذيك اللاطا وتنضيفوا ليها هذيك الكسته من الفوق نحاولوا نديروها من الفوق كامل نسرحوها عليها ونضيفوا عليها هذيك الخضره اللي قطعنا الفلفله والقرعه تنضيفوها عليها حتى هي من الفوق ونغطيو كلشي بالشعريه الصينيه وكناخذوا واحد ستر البيضات واحد معاهم واحد 100 غرام ديال الفرماج الاحمر واحد معلقه الخل صغيره وكنطربوا كلشي واحد نص كاس ديال الحليب وكنطربوا كلشي ونقيو كلشي فوق الخليط اللي عندنا اييه من الفوق وكندخلوها الفران وبالصحه والراحه الله يعطيك الصحه سهله وخفيفه هكا بالنسبه للعشاء تبارك الله عليك خديجه نشكرك بزاف على هذه الاقتراحات وما تغبريش علينا ومرحبا بك في اي وقت وكنشكرك بزاف تبارك الله عليك ملي كتذكرش المدينه ما كتنسايش المشاركات ديالها الله يبارك فيك والله العظيم الا ما كراش نذكرهم كاملين صراحه وبعد من اختم من مكناس قلتي خديجه من مكناس ايه والله بقات تقول لي راجلي ضروري غدا التصوير كذا قلت له خاطر ما تقبض صيعه تساعدني اليوم الحمد لله وتستاهلوا كل خير مرحبا بك يا خديجه شكرا لك بزاف يا ربي امين ويعطيك باش تفرحي يا ربي امين في حياتكم ان شاء الله الله يبارك فيك يا خديجه